هذه فيديو، هذه قاعدة عمليات سليبوزيد، هذه مريضة وغادي محطوط والضوء مقصوص، معناها تخيلوا مدير موضوع عنده عميل باش يصلح الجروب، عندنا 3 ولا 4 سنين باش يصلح الجروب ما حبش يصلح. هذه قاعدة عمليات، هذاك المريض وين وفون دصار، هذوما الضوء مقصوص، المريض مبنش، ندخل نخدمه في عملية الضوء يقص عليه، معناها هذا الوضع اللي وصلنا له في سيدي بوزيد. وراي مش جديدة الحكاية، تو عنا 4 مشاكل قاعة العمليات، 4 مشاكل ملي جا المدير ما حبش يحل، عندنا مشكلة كليماتيزور ما حبش يصلحو، مشكلة كليماتيزاسيون سنترال ما حبش يصلحها، كليماتيزاسيون سنترال ما حبش يصلحها، الجروب معناها سبيطار يمشي من غير جروب، عمارة واحد يبني عمارة صغيرة يعمل فيها جروب ضوء، سبيطار سيدي بوزيد يغطي 500,000 مواطن ما فيش جروب، يمشي من غير جروب. هذايا نحنا تو، هذايا مريض تو مبنج ملوح في قاعة العمليات محطوط والضوء مسكر والكليماتيزور ما يخدمش، وفجأة معناها يبقى 4 ساعة المريض بين حياة وموت، وبعد يرجع الضوء. معناها ضوء في وسط العملية، في قلب العملية الضوء يقص درجين، كليماتيزور سنترال مقصوص، ضوء مقصوص، لاسانسور مقصوص، كلمناه 100 مرة والمدير لا حياة إلا من تمناته. هذا مدير سيدي بوزيد واليوم شاكي بيا، خاطر نحكي في الحكايات هذيا، شكا بيا للتفقدية، شكا بيا للنطابة، شكا بيا للقضاء، شكا بيا للعباد، شكا بيا لبابا، شكا بيا للناس الكل، وحافظوا فيه، وفما جماعة الإدارة يحرضوا فيه، قطعت العمليات معطبة، الكوفيد كلانا. لانابات سيرفيس دانابات الطبيبه طردها هربت للقصرين، الطبيب نتاع الميديسين اللي قال هربوا، يحرضوا فيه 3-4 كعبات. ها وين وصلنا الحاله سيدي؟ هاي حالتنا تو في سيدي بوزيد بالضبط. صفا انت محذانه.